بين التوجه غربا أو شرقا تبقى أوكرانيا عالقة. حكومتها تريد التقرب من روسيا، وشعبها يريد أن يستفيد مما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في حال وقعت كييف اتفاقية التجارة الحرة. الاحتجاجات تزحف نحو أسبوعها الثاني في كييف وباقي المدن الأوكرانية، حتى إن المتظاهرين حاولوا نقل غضبهم إلى الدول المجاورة وتوسيع رقعة الاحتجاجات كما حدث في بولندا. غضب الأوكرانيين من قرار رئيسهم فيكتور يانوكوفيتش دفعهم لاقتحام مبنى مجلس مدينة كييف. الشرطة أصبحت أكثر حذراً بعد أن فتح تدخلها العنيف يوم السبت ضد المتظاهرين باب التنديد الشديد للمجتمع الدولي. يانوكوفيتش طالب بفتح تحقيق بعد الإصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين، ووعد بمحاسبة المسؤولين، لكن ذلك لم يكن كافياً لإخلاء ساحات الاحتجاج. المتظاهرون تعهدوا بعدم وقف احتجاجاتهم حتى تستقيل الحكومة التي ترفض توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، والرئيس ماض في القرار الذي اتخذه دون إظهار بوادر على التراجع. الرئيس يقول إنه لن يوقع الاتفاق ما لم يضمن مصالح مشتركة للطرفين، والأهم مصالح أوكرانيا. وبدل أن يمتص غضب الشارع، أعلن الرئيس الأوكراني زيارة قريبة إلى موسكو من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، أو كما تصفه المعارضة بالخضوع الاقتصادي لروسيا. وكأن الأحداث لم تبرح ساحات الاحتجاج منذ 2004، فلا فرق بين ما طالب به الأوكرانيون وقتها في ساحة الاستقلال وما يطالبون به اليوم في ساحة أوروبا: التخلص من هيمنة الروس والاتحاد مع الأوروبيين.